بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة إلى الأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا أحبائي، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير وبركة. وزي ما بقول قبل الدورة، عايز كل واحد فيكم يطلع من صيام العذراء باستفادة روحية كبيرة كبيرة. يا سلام لو كل واحد فيكم يقطع عهد توبة ومتطلع من صيام العذراء فعلا في تغيير في حياتك، والضعف اللي في حياتك انت فعلا تايب عنه. بنعمة ربنا النهاردة بالليل عندنا اجتماع مع كل أمناء قطاعات الخدمة بعد التسبيح على طول الساعة 10:30 في كنيسة المنارة، وأنا إن شاء الله بكرة هصلي في المغارة بنعمة ربنا. نتابع يا أحبائي تأملاتنا في حياة أبينا إبراهيم. إحنا ابتدينا السنة دي قلنا إن أبونا إبراهام راح علشان يخلص ابن أخيه لوط من السبي، وبعدين رجع من السبي. لو سمحت علي الميكروفون شوية، لو سمحت علي الميكروفون شوية زي كل يوم، لو سمحت علي الميكروفون شوية زي كل يوم، لو سمحت علي الميكروفون شوية زي كل يوم. لو سمحت علي الميكروفون زي كل يوم. إبراهيم راح خلص ابن أخيه لوط من السبي، فدخل في حرب مع ملوك وانتصر. فلما رجع صورته بعض الشكوك والمخاوف إن هؤلاء الملوك يرجعوا ينتقموا منه، فربنا ظهر لأبينا إبراهيم في خيمته، وده كان الظهور الرابع. يقول الكتاب المقدس: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى إبراهيم في الرؤيا وقال له: لا تخف يا إبراهيم، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا، ما تخافش، أنا ترس لك. أي سهم أو أي رمح أنا لا أشيله عنك، أي حد يهاجمك أنا لا أدافع عنك، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال إبراهيم للرب: أيها السيد الرب، فين أجري الكثير ده؟ ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعزر الدمشقي؟ وقال أيضا إبراهيم للرب: أن تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فكان كلام الرب لإبراهيم: لا يرثك أليعزر الدمشقي، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج، قال له: اطلع بس كده، عايزك بر. طلع أبونا إبراهيم، قال له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت، هكذا يكون نسلك. فيقول الكتاب المقدس: فآمن إبراهيم بالرب. كان عنده ساعتها فوق 85 سنة، وربنا كان قد دعاه من حوالي 15 سنة ولم يعطيه نسلا، إنما قال له: نسلك هيكون زي النجوم التي في السماء. فآمن إبراهيم بالرب فحسبه له الرب برا،
وتأملنا الأربع أيام اللي فاتت يا أحبائي في حياة الإيمان في حياة أبينا إبراهيم. خلي بالكم بقى من كمالة القصة، لأن النهاردة في قصة مهمة. يعني أنا أمضيت ساعات طويلة في التحضير لهذه العزبة. فقال له الرب، هم واقفين بره، قال له بص في السماء، عد النجوم كده، إذا قدرت تعد النجوم نسلك هيكون كده. فآمن إبراهام بالرب. فقال له الرب: أنا الرب الذي أخرجك من بلدك في أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض، اللي هي أرض إسرائيل. أور الكلدانيين اللي في العراق، أبونا إبراهيم أساسا من العراق، قال له هديك الأرض دي اللي هي أرض إسرائيل لترسها. فقال له إبراهام: أيها السيد، بماذا أعلم إني أرسها؟ هل ده تراجع عن الإيمان؟ هو آمن إبراهام. وبعدين ربنا أكد عليه الكلام، قال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترسها. فقال له إبراهام: أيها السيد الرب، بماذا أعلم إني أرسها؟ عنوان العزة بتاعت النهاردة يا أحبائي أن الرب يقطع ميثاقا مع إبراهام. ده عنوان العزة بتاع النهاردة. فأبونا إبراهام قال له: طب إزاي؟ يعني بماذا أعلم إني أرسها؟ هنا أبونا إبراهام بيستفسر، زي ما أمنا العذراء أمنت بكلام الملاك بس قالت: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ هي أمنت بس كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأبونا إبراهام قال لربنا: يعني إزاي بماذا أعلم إني أرسها؟ استفسار يعني. فربنا قال له، خلي بالكم يا أحبائي من القصة بتاعت النار، خذ لي عجلة ثلاثية، عجلة اللي هي البقرة، عجلة ثلاثية يعني بقرة بنت 3 سنوات، وعنزة ثلاثية، العنزة اللي هي أنثى الماعز برضو بنت 3 سنوات، وكبشا ثلاثيا، الكبش أكبر من الخروف شوي، هو الذكر أكبر من الخروف شوي، برضو ابن 3 سنوات، عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ أبونا إبراهام هذه كلها وشقها من الوسط، خد البقرة شقها نصين، وأنثى الماعز العنزة شقها نصين، والكبش أو الخروف الكبير شقه نصين، بقرة وعنزة وكبش، شق كل واحد من 3 نصين، أما الطير فلم يشقه. إيه الحكاية دي بقى يا أحبائي؟ زمان كانت طريقة الميثاق بين واحد والتاني إن يوم يجيبوا حيوانات ويشقوها نصين، فيقوم المتعاهدان بشق الحيوان ويسيران في وسطه كعلامة عهد وميثاق، بمعنى ليشقني الله هكذا لو خلفت العهد. يعني أنا لو عايز أعمل عهد مع أبونا صموئيل، ده زمان يعني، أجيب مثلا العجلة أو العنزة أو الخروف أو 3 وشقهم نصين، وكل واحد من المتعاهد، يعني أنا متعاهد مع أبونا صموئيل، أنا أمشي في وسط الحيوانات وأبونا صموئيل يمشي في وسط الحيوانات، وده هو العهد والميثاق. بمعنى إذا أنا ما التزمتش بالعهد ربنا يشقني كالحيوانات المشقوقة دي. ده كان النظام زمان، كان النظام زمان نظام العهد عن طريق الحيوانات المشقوقة.
هنا ربنا قال له خذ لي. أبونا إبراهام بيقول لربنا بماذا أعلم إني أرث هذه الأرض؟ فإلهنا الصالح، خلي بالكم يا أحبائي من الجزئية دي، إلهنا الصالح اللي بيحبنا، اللي بيعاملنا بتواضع، اللي بيعاملنا بتواضع، قال أبونا إبراهيم أو أبونا إبراهام أنا هقطع عهد ميثاق معاك. وزي ما الناس لما بيعملوا عهد ميثاق أو اتفاق بيشقوا الحيوانات، شق لي ثلاث حيوانات. وربنا ما قالش لأبونا إبراهام امشي في وسط الحيوانات، لا، قال بس شقهم بس. وطبعا أبونا إبراهام عارف كويس قوي إنه في ذلك الزمان دي طريقة العهد والميثاق. فربنا من تواضعه أبونا إبراهام بيسأله بماذا أعلم إني أرثها؟ طب يعني هعرف منين؟ ما نقدرش نقول شك، ولكن نقول استفسار. فربنا بتواضعه قال له أنا هدخل معاك في ميثاق، في عهد، زي ما الناس بيدخلوا مع بعض بميثاق عن طريق شق الحيوانات. بعد ما شق الثلاث حيوانات يقول الكتاب المقدس، احنا كل حديثنا من تكوين 15، فنزلت الجوارح. الجوارح هي الطيور المفترسة على الجثث الثلاثة، وكان إبراهام يزجرها، يعني يبعدها بعيد. ودي رمز للنفس الروحية اليقظة التي لا تستطيع أن تمنع الطيور الجارحة من أن تحوم حولها، ولكن تقدر أن تمنعها من أن تستقر أو تأخذ شيئا من عندنا. فإحنا لما تيجي حروب نحارب هذه الطيور الجارحة التي ترمز للشياطين. أو تكونوا سرحتوا مني، قصة طويلة شوي. أبونا إبراهام سأل ربنا بماذا أعلم إني أرثها؟ استفسار. فربنا قال له زي ما القبائل أو أي اتنين بيتعهدوا بيشقوا الحيوانات وبيمشوا في وسطيها، بمعنى أنه أنا لو ما التزمتش بالعهد ربنا يشقني كده، فشق الحيوانات، فشق الحيوانات. كمالة الرؤية بقى يقول إيه الكتاب المقدس، واضح أن الكلام ده تاني يوم، لأنه أول يوم ربنا قال له عد النجوم فكان بالليل. تاني يوم بقى حدثت الموضوع ده. وبعدين أول ما الشمس هتغرب في وقت الغروب، بس لسه ما غربتش، لأن في وقت الغروب حدثت حاجات، ثم بعد الغروب حدث حاجات تاني. ففي وقت الغروب يقول الكتاب المقدس لما صارت الشمس إلى المغيب، إنها تغيب يعني، وقع على إبراهام سبات. سبات يعني نعس أو نوم عميق يعني. فشاف رؤية صعبة، شاف رؤية صعبة، وإذا رعبة جاية من رعب، مظلمة عظيمة واقعة عليه. شاف منظر مرعب، منظر مظلم وقع عليه ونايم. فقال الرب لإبراهام اعلم يقينا إن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلوهم 400 سنة، ثم أن الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. حديث طويل. ربنا قال له، قالوا لإبراهام وهو نايم، شاف منظر مرعب مظلم، فربنا قال له اعلم يقينا، اعلم يقينا.
أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هنا بقى أحبائي ربنا كشف لأبينا إبراهيم أو لأبينا إبراهام 400 سنة قدام، 400 سنة قدام. تعالوا نحسب 400 سنة دي. إنما قبل ما نحسب 400 سنة، إلهنا الصالح مكشوف أمامه الزمان والمكان مدى الأيام. يقول معلمنا القديس بولس كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فربنا كشف لأبينا إبراهيم إبراهام 400 سنة قدام، لمحة تاريخية كده. من أول ما جات له الدعوة أبينا إبراهام وهو في أور الكلدانيين العراق، من أور الكلدانيين لغاية حاران شمالا خدت 5 سنين تقريبا، تقريبا كل كلامي بالتقريب. من حاران نزل إلى بني إسرائيل ولغاية ما ربنا إداله إسحاق كان 25 سنة، لأنه لما خرج من حاران كان عنده 75، ولما نزل إلى شكيم وعاش في في في, في وعاش في في كنعان أو في إسرائيل ربنا إداله إسحاق كان عنده 100 سنة. يبقى دي 5 لغاية حاران و25 من حاران لغاية ما ولد إسحاق. إسحاق لغاية ما ولد يعقوب كان عنده 60 سنة. أبونا إسحاق لما اتجوز كان عنده 40، وامرأته رفقة كانت عاقرا وصلى من أجل رفقة، فربنا اداها يعقوب وعيسو. يقول الكتاب المقدس وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهم، في تكوين 25 آية 26. يبقى 5 لغاية حران، 25 لغاية ما ولد إسحاق، 60 لغاية ما تولد يعقوب. أبونا يعقوب بقى جه مصر، وهي دي الفترة بتاعت الغربة بتاعت مصر، ودي الفترة اللي ربنا قال لأبونا أبونا إبراهام لما قال له، قال له اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست له، ليه مصر، ويستعبدون لهم، لان بني اسرائيل بني ابراهيم، بني ابراهيم واسحاق ويعقوب لما بني يعقوب استعبدوا للمصريين. فقال له نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، يذلونهم 400 سنة. ثم إن الأمة اللي يستعبدون لها هي مصر أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وده اللي حصل يا أحبائي. أبونا يعقوب لما وصل مصر خدوا يوسف وقال لفرعون مصر، خدوا يوسف عشان يقابل فرعون مصر. ففرعون مصر قال لأبونا يعقوب كم هي سنية حياته؟ قال له 130 سنة، قليلة وردية. يبقى 5 و25 و60 و130، يبقى 220 سنة. بني إسرائيل عاشوا في مصر 210 سنة، 210 سنة، 220 سنة و210 سنة، يبقى 430 سنة. أما ليه ربنا قال لأبونا إبراهام يستعبدون 400 سنة؟ هنا يطلق على الكل جزئيا، يعني هو 400 سنة دي شال منها 30 سنة اللي هي 5 لغاية حران و25 لغاية ما تولد إسحاق. لأنه بيقول علماء الكتاب المقدس
إن إسماعيل ابتدى يذل إسحاق. فمن ساعة ولادة إسحاق لغاية ما خرجوا بني إسرائيل من مصر كانوا 400 سنة بالضبط. بالضبط من ميلاد إسحاق لخروج بني إسرائيل من مصر 400 سنة بالضبط. وده اللي ربنا قاله لأبونا إبراهام: اعلم يقينا، اعلم يقينا إن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. من ميلاد إسحاق إلى خروج بني إسرائيل من أرض مصر 400 سنة بالكمال والتمام. فأبونا إبراهيم شاف رؤية رعبة من الرعب، مظلمة وقعت عليه. ربنا قال له الرعب اللي انت شايفه ده، الظلام اللي انت شايفه، لان نسلك هيستعبدون في مصر والمصريين هيذلوهم وبعدين هيخرجوا من مصر في الجيل الرابع. شوف قال له ايه، قال له في الجيل الرابع الأمة الذين يستعبدون لها أنا أدينها، يعني هأدين المصريين. وده اللي حصل، الضربات العشر ضربات اللي ضربوا بيهم المصريين ولما ماتوا في البحر الأحمر، هو ده اللي ربنا قال له الأمة الذين يستعبدون لها أنا أدينها المصريون، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وبني إسرائيل لما خرجوا من مصر خرجوا بأملاك جزيلة فعلا. أما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. أبونا إبراهام أو أبونا إبراهيم مات عنده 175 سنة كما ورد في تكوين 25، ودفنوا إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفلة. في الجيل الرابع قال له في الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا. فعاشوا في مصر 4 أجيال. أبونا يعقوب لما دخل مصر دخل بأولاده، من ضمن أولاده لاوي اللي هو اللي جه من نسله موسى وهارون. فلاوي ده يعتبر الجيل الأول. ولاد لاوي كان اسمهم جرشون وقهات ومراري، ده الجيل الثاني كما ورد في خروج 6. وبعدين أبناء جرشون وقهات ومراري ده الجيل الثالث. ابن قهات كان اسمه عمرام، اتجوز من عمته كان اسمها يكابد اللي جاب منها موسى وهارون، والجيل بتاع موسى وهارون هم اللي رجعوا بني إسرائيل. فربنا اللي قاله لأبونا إبراهام كلام دقيق جدا، قال له اعلم يقينا، قال له اعلم يقينا، اعلم يقينا إن نسلك، إن نسلك سيتغرب في أرض، اعلم يقينا إن نسلك سيتغرب في أرض ليست لهم اللي هي مصر، ويستعبدون للمصريين فيذلوهم 400 سنة. هنا ربنا قال زي ما قلت لكم من أبونا إسحاق، من أول ما اتولد أبونا إسحاق لغاية ما بني إسرائيل مشوا من مصر كانت 400 سنة. ثم الأمة الذين يستعبدون لها اللي هي المصريين أنا أدينها. وفعلا ربنا الضربات العشرة اللي حصلت للمصريين ولما ماتوا في البحر الأحمر ربنا أدان المصريين. وبعد ذلك نسلك يخرجون من مصر بأملاك جزيلة وقد كان. أما أنت فتمضي إلى آبائك، انت يعني هتموت بعد 90 سنة مش هتشوف الكلام ده، وتدفن بشيبة صالحة وقد كان. وفي الجيل الرابع اللي هو جيل موسى وهارون، يعني يعقوب ثم لاوي ثم أولاد لاوي ثم أحفاد لاوي ثم موسى وهارون، في الجيل الرابع اللي هو جيل موسى وهارون يرجعون إلى هاهنا. شوفوا يا أحبائي إزاي
إن الزمان والمكان مكشوف أمام الله. وقال لأبونا إبراهيم لا يحصل خلال 400 سنة. وبعدين يا أحبائي الشمس غابت، كل الرؤية دي كانت الشمس في طريقها لأنها تغيب، بعدين الشمس غابت. فلما غابت الشمس يقول الكتاب المقدس ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان، تنور اللي هو الفرن، تنور فرن البلدي، الفرن الطين اللي عند إخواتنا الفلاحين هو ده التنور. وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. رؤية طويلة. في الأول قال لربنا طب يعني هعرف إزاي إن أنا هرس الأرض دي؟ قال له هات عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبش ثلاثي ويمامة وحمامة وشق الحيوانات. زي ما أي اتنين كانوا يخشوا في معاهدة كانوا يمشوا وسط الحيوانات المشقوقة وكأنهم يقولوا إذا ما التزمتش بالعهد ربنا يشقني زي ما الحيوانات دي مشقوقة. فهو عمل كده، جات الطيور الجارحة مشاها بعيد عن الجثث، وبعدين الشمس ابتدت تغيب فهو حصل له سبات ونام. فلما نام وحصل له سبات شاف رؤية مرعبة مظلمة، وإذا رعب مظلمة جت عليه قال له بص يا إبراهام اعلم يقينا إن نسلك سيتغرب في أرض غريبة عند ناس هيذلوهم ويتعبوهم 400 سنة. 400 سنة. بس أنا سأجازي هذا الشعب اللي هيذل ولادك، وده اللي ربنا عمله مع المصريين. وقال له وانت هتعيش 90 سنة بس وتموت وتنضم إلى آبائك، وفي الجيل الرابع هيخرجوا من الأرض دي ويرجعوا إلى أرض إسرائيل. وده اللي حصل. أبونا يعقوب بأولاده جم مصر، عاشوا في مصر 210 سنة ورجعوا في الجيل الرابع اللي هو جيل موسى وهارون. كل ده دي رؤية اللي شافها أبونا إبراهام وهو يعني كان نايم في أثناء غروب الشمس. غربت الشمس بقى والدنيا بقت عتمة، ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. تخيلوا بقى إنه فرن طالع منه لهب ومصباح نار بيجوز بين تلك القطع. مش فاهم أبونا إبراهام. يقول بقى علماء الكتاب المقدس في حكاية التنور دخان ده، تنور دخان يرمز إلى الغموض. قطعا أبونا إبراهام ما فهمش الرؤية. نسلك هيتغرب يقعد 400 سنة. وطبعا زي ما قلت لكم يا أحبائي 400 سنة ده من ميلاد إسحاق إلى عودة بني إسرائيل، إنما الغربة كانت 210 سنة بس. إنما طبعا يعني حديث ربنا على فترة الغربة الكاملة لغاية ما يرجعوا بني إسرائيل. ففي غموض، فالتنور الدخان ده يشير للغموض. مش فاهم كويس أبونا إبراهيم. يشير للذبيحة، وأبونا إبراهيم كان رجل المذبح زي ما بتقول عروس النشيد من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر. فشافت النور دخان ماشي بين القطع
وبعدين شاف مصباح نار. مصباح يعني زي لمبة، بس لمبة من نار ماشية وسط القطع تشير إلى الهداية، زي ما نقرأ عن بني إسرائيل: وكان الرب يسير أمامه نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار، مصباح نار لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا ولا عمود الليل ليلا. ودي إشارة لربنا اللي بيهدينا، إشارة لربنا اللي بيهدينا، وإشارة تاني لربنا اللي بيحمينا، زي ما ورد في زكريا 2: وأنا يقول الرب أكون لهم سور نهار، سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. سور نار من حولها. إذن تنور الدخان اللي شافه أبونا إبراهام يرمز لغموض الرؤية، يرمز للذبيحة. مصباح النار يرمز للهداية ويرمز للحماية. طولت عليكم بقى في رؤية كبيرة، نخش بقى في الكلام الجميل بقى. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا، قطع الرب مع إبراهام ميثاقا، ميثاق يعني عهد اتفاق. قطع الرب مع إبراهام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القينيين والقنزينيين والقدمونيين والحيسيين، اللي هم زي الحيسيين اللي جنب اليمن اليومين دول، والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليابوسيين. ده بيقول له بتفصيل التفصيل: هديك العشر أماكن دول من نهر مصر. هنا نهر مصر مش نهر النيل. نهر مصر يقول التاريخ إنه كان فرع للنيل بالقرب من السويس وحتى شرق العريش، يعني في مصر. فقال له هديك كل هذه الأراضي من نهر مصر اللي هو فرع من نهر النيل إلى النهر الكبير نهر الفرات. والكلام ده تم في أيام سليمان الحكيم. في أيام سليمان الحكيم مملكته كانت من نهر مصر إلى نهر الفرات، وبعدين انشقت المملكة. ففي ذلك اليوم قطع الرب عهدا وميثاقا مع أبونا إبراهيم وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض. هرجع أقول يا أحبائي، شوفوا إزاي إنه الزمان والمكان أمام عيني الله لربعمائة سنة قدام. خريطة الزمان والمكان، خريطة المكان بزمانه أمام عيني الرب مدى الأيام. كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. رؤية طويلة، رؤية طويلة. في الأول أبونا إبراهام قال له: بماذا أعلم إنك هتديني الأرض دي؟ قال له: طيب شق الحيوانات زي ما كانوا بيعملوا الناس في ذلك الزمان. وبعدين قال له بعد ما شق الحيوانات، الشمس غربت في طريقها للغروب، وأبونا إبراهام نام فشاف منظر صعب مرعب، وقال له: اعلم يقينا ان نسلك هيتغرب 400 سنة، وهيتغرب بعد الناس هيزلوهم، بس انا هضرب هؤلاء الناس اللي هم المصريين، ونسلك هيخرج باملاك جزيلة، ولغاية ويعيش في مصر لغاية الجيل الرابع اللي هو جيل موسى وهارون، وبعدين هيرجعوا للارض اللي انت فيها دي. كل ده تم. وبعدين الشمس غربت، فأبونا إبراهام شاف منظر تاني،
شافت النور من الدخان أو فرن الدخان جاز في وسط الحيوانات، وده يرمز لغموض الرؤية ويرمز للذبيحة. بعدين شاف مصباح نار بيجوز وسط الحيوانات، وده يرمز للهداية وللحماية. وبعدين ربنا قال له إيه؟ بعدين ربنا قال له إيه؟ يقول الكتاب المقدس: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. عايز يقول له زي ما في أيامك الحيوانات المشقوقة دي هي رمز الاتفاق بين الناس، أنا هعمل معاك اتفاق وميثاق، هعمل معاك اتفاق وميثاق، مش هقول لك عدي في وسط الحيوانات، لا، لأن أنا اللي هديك الاتفاق، أنا اللي هقطع العهد معك، هو مش عهد بيني وبينك، أنا اللي هديك العهد، أنا صاحب العهد. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا. هنا بقى أحبائي عايز أتأمل معكم، اشمعنا ربنا قطع ميثاقا مع أبونا إبراهام بعد كل هذه الرؤية الطويلة اللي فيها تفاصيل كتيرة؟ قال له: أنت بتسألني إزاي؟ ده أنا هقول لك تفاصيل 400 سنة قدام. بتسألني إزاي سترس الأرض؟ أنا مش هقول لك أنت هترس الأرض إزاي، إنما لغاية الجيل الخامس منك، الجيل الرابع، الجيل اللي هيدخل مصر ويستعبد في مصر هيعيشوا في مصر 4 أجيال وبعدين هيرجعوا تاني. انت بتسألني ازاي؟ ده انا هقول لك تفاصيل 400 سنة. وزي ما كانوا بيعملوا في العهد، في عهدك نظام الحيوانات المشقوقة، انا خليتك تشق الحيوانات وشفت بعينيك دخان ونار بيعدي في وسط الحيوانات، دي علامة العهد اللي انا بقوله لك. فأنا في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا. لأنا عايز أقوله بقى أحبائي، ليه ربنا قطع عهد مع إبراهام؟ لأنه كان خليل الله، لأنه كان خليل الله، كان صديقه وحبيبه. أنا نفسي إن ربنا يقطع مع كل واحد فينا عهدا، بس هل إحنا نوصل إلى مستوى أبونا إبراهام خليل الله؟ ورد في الكتاب المقدس 5 مرات، 5 مرات إن أبونا إبراهيم خليل الله، وكلمة خليل يعني صديق خالص أو صفي خالص المحبة. كل ما كنا من أحباب الله وأصدقاء الله ربنا يقطع معنا ميثاقا وعهدا. كل ما كنت زي أبينا إبراهيم، كل ما ربنا قطع معك ميثاقا. كان ممكن جدا ربنا يقول لأبونا إبراهيم أنا أقطع معك ميثاقا وخلاص، إنما يقول له شق الحيوانات ويشوف رؤية 400 سنة قدام، ويشوف رؤية بتنور النار، ويشوف رؤية بمصباح النار. لا، ده خليل الله، ده خليل الله، خليل الله يعني صديق الله، يعني محبوب الله، يعني قلبه وفكره مع الله. في سفر الأمثال يقول: يا ابني اعطيني قلبك. فأبونا إبراهام كان مدي قلب ربنا، ومعلمنا القديس بولس الرسول بيقول: مستأسرين أو مقيدين كل فكر إلى طاعة المسيح. يقول: أما نحن فلنا فكر المسيح.
أبينا إبراهام كان خليل الله، كان قلبه مع ربنا وكان فكره مع ربنا، ولذلك مجرد ما بيقول لربنا طب يعني إزاي أنا هرس، قال له يا ده أنا مش هقول لك إزاي سترس، ده أنا هقول لك على 400 سنة قدام، ومش بس هخليك تشق الحيوانات زي ما كان متبع في ذلك الزمان، لا ده أنت هتشق الحيوانات وهوريك رؤية في وسط الحيوانات المشقوقة، مش هقول لك أنت عدي في وسط الحيوانات، لا، لأن أنا اللي بقطع الميثاق. أنا لما تنور النار ومصباح النار عدى في وسط الحيوانات ده رمز إن أنا بقول أنا اللي هقطع الميثاق. وقطع الرب عهدا مع إبراهام في ذلك اليوم، في ذلك اليوم قطع الرب عهدا مع إبراهام. بس اشمعنى قطع مع إبراهام؟ لأنه خليل الله، وكل ما إحنا كان قلبنا مع ربنا وفكرنا مع ربنا، كل ما كان قلبنا مع ربنا يا ابني اديني قلبك، وكل ما كان فكرنا مع ربنا مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، كل ما هنكون زي أبينا إبراهام، وكل ما ربنا هيقطع ميثاقا معنا. في ذلك اليوم قطع الرب ميثاقا مع أبينا إبراهام. بماذا أعلم أني أرث الأرض؟ قال يا ده أنا هقول لك تفاصيل ميراثك للأرض وأقطع معك ميثاقا. في فرق أحبائي، بأنه فرق كبير قوي، بأنه الكتاب المقدس يقول في ذلك اليوم، في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، وفرق كبير يقول في ذلك اليوم قال الرب لإبراهام، قال الرب لإبراهام صديقه لنسلك أعطي هذا الأرض، لا، قطع الرب مع إبراهام ميثاقا، قطع الرب مع إبراهام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض. إيه محبة ربنا دي لولاده؟ وإيه اتضاع ربنا ده؟ طب ده يوم ما نقول إنه الملك الفلاني هيقطع ميثاقا معه لازم يكون ملك تاني. الملك لما يقطع ميثاقا يقطعه مع ملك، ما يقطعوش مع أحد عامة الشعب. الملك لما يقطع ميثاقا ده يقول لك قطعه ميثاقا، ما يقطعوش مع واحد عادي، يقطعه مع ملك. أما إلهنا القدوس لما بيقطع ميثاقا بيقطعه مع أحباؤه، مع خليله، مش يقول له هديك هذه الأرض، لا لا لا، هقطع معك ميثاقا. واداله رؤية جميلة طويلة فيها تفاصيل كتيرة، رؤية لمدة 400 سنة، وقطع الرب ميثاقا مع خليله إبراهام. وكل ما كنا زي أبونا إبراهام، قلبنا مع ربنا وفكرنا مع ربنا، كل ما نتذوق أن يقطع الرب معنا ميثاقا، أن يقطع الرب معنا ميثاقا، بس نبقى زي أبونا إبراهام، يكون كل واحد فينا خليل الله، يكون صديق الله، يكون قلبه مع ربنا وفكره مع ربنا، فيتمتع أن الرب يقطع معك ميثاقا. بعد ما حضرت العظة دي في يوميها بالليل، يعني عمال أفكر في الرؤية دي، وتخيلت أن الرب يقطع معي ميثاقا. صدقوني يا أحبائي،
قعدت صاحي ساعات وأتخيل أن الرب يقطع معي ميثاقا، يقطع معي ميثاقا، ميثاق سلام وبنيان للكنيسة ولبيوتنا ولقلوبنا، كما قال الرب وأقطع معهم عهد سلام. تخيلت أن ربنا يقطع معنا ميثاق حفظ وحماية، حماية لأولادنا والبناتنا ولبلادنا ولكنيستنا ولبيوتنا. ربنا اللي قال كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه، هذا ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي، يقول الرب. إن ربنا يقطع معنا ميثاقا، إن ربنا يقطع معنا ميثاقا تدبيرا لكل أمور حياتنا مدى الأيام. ربنا القادر على كل شيء، ربنا الضابط الكل، ضابط الكل، ربنا العالي المتسلط في مملكة الناس زي ما قال دانيال النبي، ربنا المدبر القوي للملتجئين إليه زي ما بنقول في زكسولوجية باكر. تأملت كثيرا يا أحبائي أن يقطع الرب ميثاقا، ميثاقا معنا. ربنا اللي قطع ميثاقا مع أبينا إبراهام، قطع معهم ميثاقا، مش قال له لنسلك أعطي هذه الأرض، قال له لا، أنا أقطع معك عهدا وميثاقا وأكشف لك 400 سنة قدام. أنت بتقول إزاي؟ أنا هقول لك تفاصيل التفاصيل. وشق الحيوانات زي ما بيعملوا في أيامك، وإنت ما تمشيش في وسط الحيوانات، لا، أنا همشي بنوري الإلهي، همشي بنوري الإلهي في وسط الحيوانات عشان أقول لك عهد ميثاق، أنت ما تمشيش، أنا اللي همشي بنوري الإلهي. واقطع معك ميثاقا لأنك خليلي وحبيبي، خليلي وحبيبي، خليلي وحبيبي، فأقطع معك ميثاقا. عايزكم يا أحبائي تلتقوا بإلهنا القدوس وتقولوا له احنا يا رب نعهدك ان نجاهد يبقى قلبنا زي قلب ابينا ابراهيم، نديك قلبنا ونديك فكرنا ونقيد كل فكر الى طاعتك، فيكون قلبنا وفكرنا معاك، يكون قلبنا وفكرنا معاك. ويوم ما يكون قلبنا وفكرنا معاك تقطع معنا ميثاقا، مش بس تقول لنا كلام تعزية، تقطع معنا عهدا وميثاقا، ميثاق سلاما وبنيانا لنا، ميثاق حفظا وحماية لنا، ميثاق تدبيرا لكل أمور حياتنا، تقطع معنا ميثاقا. وقطع الرب مع إبراهام ميثاقا في ذلك اليوم. إلى اللقاء يا أحبائي، غدا إن شاء الله نستكمل تأملنا في حياة أبينا إبراهيم. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد، آمين.